الشيخ محمود بن حميد الصواف الله يحفظه ورده 6 أجزاء من القرآن في اليوم، ويقرأ في الكهف حزب في الفجر، يقرأ حزبا كاملا. وجاء مسكين واحد من الأولاد شاب ما يعرف عن الشيخ أنه يطيل، فكبر تكبيرة الإحرام وصلى الفجر أو بعد أول فرض قابل مع الشيخ الفجر، وشرع الشيخ في سورة الكهف. وهذا مسكين جلس ينتظر الشيخ يركع، وانتظر وانتظر وانتظر، خلاص سحب عمره وصار وصلى في الصرح وصار السكن، ولا في ثيابه وشل شنطه وركب السيارة وشرد. قال هذه صلاة الفجر كذاك فعل من ذي الفعلة، ما أجيك مرة ثانية. ورد الشيخ محمد بن شامس البطاش رحمة الله عليه من القرآن 10 أجزاء، كذا يحدث عنه ابنه الحارث في ترجمته له على الجزء 10 من سلاسل الذهب، قال ورد أبي من القرآن يوميا 10 أجزاء، يقول إذا خرج من المسفة والقريات من المسفة إلى المحكمة العليا يختم جزء في السيارة ما يتكلم مع السائق، وفي العودة كذلك يختم جزء من المحكمة العليا البيت جزء كامل، تعلق بالقرآن الكريم. فيستعد بالتوبة، يستعد بالتفقه، يستعد بالصيام، يستعد بالقيام، يستعد بقراءة القرآن، يستعد بكف فكه وبفك كفه. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خير صوام رمضان وقوامه، وأن يعافينا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يسرنا وأن يجبرنا وأن يشرح صدورنا وأن يطهر قلوبنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا العلم وفهمنا الفهم وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.